دكتور شريف، برضو يمكن لسه ذكرت مشكله برضو قويه قوي، تقويم السنان. تقويم السنان بيقعد مده طويله جدا، اوقات بيكون في خلع كمان سنان وكده. طب ايه البديل بتاعه الجديد اللي جاي؟ هي المفاجاه برضو الثانيه بقى اللي هنتكلم عليها، اللي هي طبعا البديل للبريسز. برضو بالزبط. للناس اللي ما يعرفوش ايه هو البريسز، هو التقويم المعدني اللي هو بيبقى عن طريق السلك. دلوقتي بقى في بديل للتقويم البريسز ده، بيبقى شفاف وفي نفس الوقت بيقدر يتشال، بحيث المريض وقت ما يجي ياكل يقدر ان هو ياكل على اسنانه الطبيعيه. ومن ناحيه ثانيه ما بنلزقش اي حاجه على الاسنان، فتعتبر ميزه كبيره جدا لاي مريض ان هو مش هيلزق حاجه على اسنانه. والميزه بقى اللي الدكتور السنان بيشوفها اكتر، ان هي مفيده للسنان وللثه، لان هي تعتبر زي كفر للسنان وللثه. مشكله البريسز كانت دايما في ايه؟ في ان دايما تلاقي مثلا عامل بريسز تلاقي اللثه بتاعته ملتهبه شويه، لونها محمر شويه، تلاقي ممكن في تجمعات من الطعام في اللط طعام حوالين البريسز نفسها، فكل الكلام ده اتلغى تماما. طب حاجه جايب حاجه صح؟ بالظبط. انا جايب معايا سامبل لحاله كانت بيفور وافتر، ممكن نمسكها شويه كده. ده التقويم الشفاف ده بيتلبس، مش بيبان ان احنا لابسين اي حاجه؟ بتاتا. انا المرضى اللي بيقولي ما معرفش هم لابسينه ولا لا، اللي بيقولوا لي بالظبط. طيب ده هيدي بمنتهى الامانه نتيجه البريسز التقويم اللي انا بقعد بيه سنه ونص او سنتين؟ مظبوط. ده سؤال طبعا مهم جدا. في ناس كتير جدا بيسالوا يقول لي هل ده يعوض عن ده؟ هو طبعا ده يعوض عن ده في نقول مثلا 70% من الحالات. اللي هي الحالات اللي تعتبر بنتكلم في الحالات المتوسطه الصعوبه. الحالات الصعبه لازم تعمل بريسز. لازم. بالظبط. يعني مش اي حد يقدر يعمل دي. بالظبط كده. لو حقيقة لازم عند دكتور يشوف، هو يقول له انت تقدر تدخل في الاتجاه ده. طيب. ولا الاتجاه ده. التقويم الشفاف ميزته ان هو اسرع من البريسز، دي نقطه برضو مهمه انا نسيت اقولها، ان هو اسرع كتير من البريسز. فبالتالي احنا بدل ما نكون نتكلم الحاله بتاخد سنه، لا، الحاله اللي بتاخد سنه بالبريسز هتاخد حوالي 9 شهور عن طريق التقويم الشفاف. 9 أشهر. بالظبط. 9 أشهر وبعد كده 6 أشهر تثبيت. بالظبط. طيب 9 أشهر لابسها 24 ساعة ولا ممكن أقلعه؟ هي طبعا هو زي ما قلنا من الأول إن هو بنقدر نشيله وقت لما نيجي ناكل ونيجي نغسل أسناننا. يعني بنقول هو بيتلبس حوالي 20 ساعة ل 21 ساعة في اليوم. أوكي. بس هو طبعا هو يعتبر ميزة، بس في نفس الوقت الناس لما تيجي تفكر إحنا هنفضل لابسينه طول اليوم. لكن هو طبعا هو يعتبر برضو ميزة كبيرة إن إحنا مش هنلبسه للأبد. صح. من البريسز بتتلبس على طول. صح. ممكن نشوف الصور يا دكتور؟ أوكي. نشوف عندنا أول صورة، يمكن هي بالنسبة للمرضى مش عارف ممكن تبقى واضحة ولا لا، بس هي أهم حاجة بالنسبة لنا، هي في ناس كتير جدا عندهم المشكلة اللي هي بنسميها كراودنج أو إن السنان بتبقى ملخبطة. دي موجودة في حوالي 75% من الشعب المصري، إنه بيبقى عنده مشكلة في السنان التحتانية بالذات، إن هي بتبقى زي ما بنقول واحدة طالعة قدام واحدة راجعة ورا. دي كانت الحالة قبل التقويم الشفاف، وعندنا صورة اللي على اليمين دي الحالة اللي هي أصبحت بعد التقويم الشفاف. عندنا حالة زي كده برضو من الحالات اللي هي الكومن جدا، ان هو يبقى حد عنده سن مثلا لفة شوية وبيكسل ان هو يعملها التقويم عادي. لان في حالات بتبقى بسيطة زي الحالة دي، طبعا اللي قبلها كانت تعتبر متوسطة الصعوبة، انما دي حالة بسيطة كمان، فبالتالي الناس ما كانتش عندها الاوبشن ان هي ممكن الحالات البسيطة كلها تقدر تعملها عن طريق التقويم الشفاف. فدي كانت قبل طبعا الشمال، بعد 15 اسبوع بالظبط بقت على اليمين. يعني كمان المده بتختلف يا دكتور على حسب الحاله. بالظبط طبعا. اكيد. أوكي. اكيد الحالات السهله طبعا بتاخد وقت اقل كتير. تاني عندنا حاله زي دي، طبعا مسافات او فلقه السنان عند ناس كتير جدا وبيتضايقوا منها قوي قوي. دكتور ينفع للاطفال كمان؟ طبعا ينفع الاطفال بدءا من 9 سنين في مصر. 9 سنين. بالظبط. اوكي. اوكي. دي صورة برضو لحد عنده ديب بايت، اللي هو السنان التحتانية بتبقى مستخبية تحت السنان الفوقانية.